فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين. غورو كل قرف. حد فيك وجيبها. استاذه عليا ايه يا استاذه عليا في ايه؟ الجمعيه المفروض اقرا من الاسبوع اللي فات. معلش يا استاذ ادينا يومين بس. يومين ايه بس؟ الراجل جاب الجيب فريزر شكله هيبقى وحش قوي. يا اختي مبروك عليك يا اختي. ايه ده ايه ده؟ بس 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 ايه اللي بتحببوه ده؟ اقعدي يا ميسه منك ليه؟ انت في مدرسه ولا في كباريه؟ الحمد لله اخيرا في حد عاقل في المدرسه دي. اقعدي يا بنت. سخره وقله ادب. ايه؟ في فرح؟ شايفك؟ اتفضلوا. طلعوا كتب النحو. المنايل. هناخد النهارده درس التعجب. وطبعا الواحد لازم يتعجب من الزمن الاسود اللي شافكوا فيه. التعجب يا بنات اهم حاجة فيه الوزن والايقاع. الوزن وايه؟ والايقاع. يلا قول ورايا. التعجب له صيغتين. التعجب له صيغتين. التعجب له صيغتين. التعجب له صيغتين. يا قياسي يا سماعي. يا قياسي يا سماعي. والقياس له صيغتين. والقياس له صيغتين. لا مع بعض. والقياسي له صيغتين. والقياسي له صيغتين. القياسي له صيغتين. ما أفعله وأفعل به. ما أفعله وأفعل به. ما أفعله وأفعل به. ما أفعله وأفعل به. بس ده تعليم. ده تعليم. ايه يا بت؟ ايه يا بت؟ بس يا رخي ده ليه قطعت الوحي منك لله؟ في ايه يا بت مالك؟ اللي انت بتعمله لنا ده بحفظكوا يا اختي، بحفظكوا الكلام عشان يتنقش في دماغك ما يطلعش غير على ورقه الامتحان كده وخلاص. حفظ ما فيش فهم. ده مش مستعليم، ده اسمه تهريج. فهم فهم هو امه فهم؟ هو النحو فيه فهم؟ هو فيزياء يا بنتي؟ بعدين استني، ايه تهريج دي؟ انت يا بنت فاكره نفسك بني ادم وهتعدلي عليا؟ ناقص يا اختي تقولي لي انا ادرس ازاي؟ بقول لك يا بنت يلا على مكتب المديره، استنى لما الحصه تخلص وانا هقعد اتصرف معاك. اجري بسرعة يا اختي، ما تضيعيش وقت زمايلك يا حبيبتي. خرجتني باللي انا كنت فيه خالص. كنا بنقول يا بنات ورايا بقى وعايز تركيز، وزن وايقاع. ها أه؟